طبعا قلت لكم لو انه بيدي خذيتكم كلكم نوابه. كفو 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 تعني فداكم والله. غير انه لازم ايش يستاهل نختار واحد. فبما امنه ايوه لازم تختار واحد. ايه فراح يكون النائب. خلنا نطق القلم بسرعه عشان اذا طلعت تكون يعني شخصيه. حلو. فبما انه يعني نايب ولا قصور والله فيكم جميع. كفو والله يبيض وجهكم جميع. عجع خلنا نحتفل في النايب. راح يكون ايوه فهمها يا ابو خالد. قاعد تدور انا اخر تاخر عشان تجي. المهم في النائب راح يكون. طبعا بغيت اختار بس ما موجودي. لا لا والله اني قد عيني في واحد. وطبعا تعذروني يرجع اذا ما تكون بالحق احد يجي في خاطره شيء. خدماتنا اللي يجي منك زين. فواز لا هناك معذور ما ودك الشغله خدمه يا ابو محمد. هذا هو والله العظيم ما وضعنا هذا المكان لا خدمتكم يا رب. فباخذ واحد يعاونني اعين ونعاون لعل احنا نقدر نخدمكم. اسلم مع الوسط خلص فك الثوب. وانت يا محمد ما اخترت الرجل الصح على فكره. نعم فعلا نعم نعم انك بتشوف اهم النقاط يا سيد. هذا واحد عطر عطر يا ابو محمد. دقيقه يا الربع عشان اسمع فواز. اهم النقاط يا صالح. فاقول لكم المنظم ان شاء الله النائب حقه الله يحشرك ان شاء الله في الجنه. فالمنظم ان شاء الله باذن الله لهذا الاسبوع باذن واحد احد لا مو بلا راح يكون عبد العزيز بن سعيد. ما ادري في رجلين في رجل رايحه في رجل فاقدها انا. ارفع الرجال ارفعوه قنا سهل بس عيد سهل طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا غلط بغى ياخذ لفة كاملة. خلاص نزل جيب النار اي اي اي